في تعز لا تتوقف المعارك بل تتوسع رقعتها لتشمل كل يوم مناطق جديدة وتسجل ضحايا جدد. ذلك هو الحال في ريف المحافظة الذي لا يختلف كثيرا عن الحاصل في جبهات المدينة. ففي مديرية الصلو لا تزال المواجهة العنيفة التي اندلعت منذ أشهر مستمرة بعد أن تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على معظم أجزاء المديرية. أما في حيفان فلا تزال معارك الكر والفر تدور منذ أسابيع، وبحسب مصادر ميدانية فإن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير أجزاء كبيرة من المديرية بعد أن كبدت الميليشيا خسائر في الأفراد والعتاد في معركة بلغت حد كسر العظم لما لها من أهمية كونها تشرف على طريق هيجة العبد الذي تستميت الميليشيا في الوصول إليه من أجل إعادة خنق المدينة وقطع الخط الوحيد الذي يربط المدينة بريفها. أما في المدينة يبدو الوضع محتدما والمعارك على أشدها. ففي جديد الجبهة الشرقية تمكنت قوات الجيش الوطني من صد محاولة تسلل الميليشيا التي ردت بقصف الأحياء السكنية من موقع تمركزها في تبة سوفتيل. هذا وشهدت أحياء الكامب وصالة ومحيط معسكر التشريفات اشتباكات عنيفة سقط خلالها العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح. إذن هي حرب النفس الطويل تلك التي تدور في تعز، حيث يسعى كل طرف إلى استنزاف الآخر وإجباره على التقهقر والتراجع، لكن ذلك كله يجري على حساب الأهالي الذين تتعاظم معاناتهم كلما طال أمد الحرب.